بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد معركة بدر الكبرى أحد المشركين اللي كانوا يقاتلوا في صفوف المشركين اسمه أبو العاص ابن الربيع وقع في الأسر عند المسلمين. زوجة هذا الرجل كانت زينب ابنة محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. بعد المعركة بدأوا أهل مكة يرسلوا الأموال إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يفادوا الأسر عشان يطلق الأسر. فزينب رضي الله عنها أرسلت سلسلة قديمة عندها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبوها إلى أعز الناس عندها إلى نبي الأمة. لما وصلت السلسلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشافها دمعت عيون. ليش؟ لأنها كانت لزوجته خديجة رضي الله عنها والله. خديجة في هذه الأيام كانت ميتة من فترة طويلة. أم المؤمنين خديجة هي صاحبة قصتنا اليوم وهي البطلة العظيمة اللي لولا الله عز وجل ثم هي كان استصعب أمر الدعوة على الرسول عليه الصلاة والسلام جدا. يا جماعة أكثر الناس اللي يأثروا فيك هم أقرب الناس لك. يعني لما أنت تكون في دعوة ممكن أحد يسبك من الخارج، ممكن أحد يكذبك من الخارج، ممكن الناس كلها تعاديك من الخارج، ما عندك مشكلة، خلاص أنا مهيئ نفسي إنه هذول حيكونوا أعداء أساسا. لكن لما تيجي زوجتك هي اللي تعاديك والعكس صحيح تماما. إذا كانت زوجتك هي اللي دعمتك من البداية تكون في قمة القوة بإذن الله عز وجل. خديجة رضي الله عنها ما كان في شيء معين لها، يعني هذا لي وهذا لله، لا، كلها كانت لله. نفسها، روحها، مالها، عمرها كله، كل ما عندها لله. أنا متأكد أنه البعض مستغرب ليش أفردنا حلقة كاملة لخديجة رضي الله عنها وسيرتها معروفة وكلنا نعرف أنها أم المؤمنين وكلنا نعرف شيء عن سيرتها. صدقوني يا جماعة إحنا ما نعرف ولا شيء عن خديجة رضي الله عنها. لما نزل جبريل عليه السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام لأول مرة وقال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ وفزع فزع شديد وراح إلى خديجة رضي الله عنها، إيش قالت له؟ أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هي تخيلوا معاي لو صار العكس، لو جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فزع بشدة إلى زوجة خديجة، قامت بدل ما هي تؤمن به وتعينه وتصبره وتسمعه الكلام اللي هو محتاج إنه يسمعه، إيش كان حصل؟ لو فجأة ولولت وقالت أنا مالي شغل، لو انسحبت من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ما وقفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذيك اللحظة، إيش كان حيحصل؟ كيف كان حيثبت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا تعتقدوا إنه الموضوع كان بسيط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 10 دقائق شايف جبريل عليه السلام بهيئته الحقيقية 600 جناح، إيش الكلام اللي يحتاج يسمعه عشان يهدأ؟ لو تقول له كلام الدنيا هذه كلها، لو أي شخص كان في مكان خديجة يمكن ما كان أثر في الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحتاج إلى الشخص رقم واحد في حياته زوجته هي اللي تصبره. طيب لو ما صبرته إيش كان حيحصل؟ خديجة رضي الله عنها هي اللي عوضت الرسول عليه الصلاة والسلام عن سنين اليتم والحرمان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان طفل صغير، كان يتيم، لما كبر أصبح راعي غنم، في النهاية تزوج خديجة رضي الله عنها، عوضته عن الفقر بعد الله عز وجل، عوضته عن اليتم بعد الله عز وجل. تعتقدوا يا جماعة أن الدين وصلنا فقط عن طريق الرجال؟ لولا الله عز وجل ثم نساء عظيمات في هذه الأمة ما كان الدين وصلني ووصلك. خديجة رضي الله عنها كانت هي الحصن المنيع للرسول عليه الصلاة والسلام. أي شيء، أي موقف، أي مصيبة، أي كارثة تحصل للرسول عليه الصلاة والسلام خارج بيته، كل اللي يحتاج أنه هو يرجع إلى بيته ويقابل خديجة رضي الله عنها تنسيه كل همومه، تمتص غضبه إذا كان غضبان، تسليه إذا كان حزنان. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مع خديجة رضي الله عنها 25 سنة يا جماعة، ما ارتفع صوتها نهائيا. 25 سنة عمره ما سمع صوتها مرتفع. قبل البعثة، قبل النبوة، قبل لا يصير الرسول عليه الصلاة والسلام نبي، كان يتعبد في غار حراء في شهر رمضان كل سنة. مين اللي كان يأكله؟ مين اللي كان يشربه؟ مين اللي كان يسليه؟ مين اللي كان يصبره؟ خديجة رضي الله عنها كانت تطلع إلى جبل النور وهو غير ممهد يا جماعة. جبل النور أنا أقول لكم اليوم لأني أنا من مكة، جبل النور اليوم ممهد يا جماعة، ممهد في درج تقدر تطلعه بسهولة إلى حد ما، ومع ذلك متعب تعب شديد جدا جدا. كيف كانت خديجة رضي الله عنها تطلع الجبل وهو غير ممهد؟ يعني كله صعوبة في صعوبة في صعوبة. بعد ما قالت للرسول عليه الصلاة والسلام أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل لأنه كان عالم بهذه الأمور، عالم بالإنجيل، عالم بالتوراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لورقة ابن نوفل كل شيء، فقال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الوحي،
وانت نبي يا محمد، بشروا لاول مره. مين اول من امن به؟ خديجه رضي الله عنها، قبل ابو بكر الصديق، قبل عمر بن الخطاب، قبل عثمان بن عفان، قبل علي بن ابي طالب، قبل طلحه، قبل الزبير، قبل سعد، قبل سعيد، قبل اي احد. اول من امن في التاريخ خديجه رضي الله عنها. عمرها ما كذبته، عمرها ما سمعته شيء يكره، مو فقط في ايام الرخاء، مو فقط في ايام الحب، حتى في اشد الايام، في حصار الشعب لما قريش حاصروا بني هاشم كلهم، ما حد يبيع لهم، ما حد يشتري من عندهم، ما حد يتزوج من عندهم، ما حد يزوجهم، ما حد يسلم عليهم، ما حد ياكل معاهم، ما حد يجيب دعوتهم، ما حد يجلس معاهم. واستمر الموضوع هذا مو شهر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ست شهور ولا سنة، ثلاثة سنوات والرسول عليه الصلاة والسلام محاصر هو وبني هاشم في مكان واحد، ما عاد في أكل، ما عاد في شرب، ما عاد في طاقة. هذا كله خديجة رضي الله عنها جالسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تركته. بإمكانها تقول له لا خلاص أنا بروح لأهلي، حتى لو سوت كذا ما حد يقدر يلومها، أصلا كبيرة في السن، خلاص بلغت 65 سنة، صحتها على قدها، لا أكل لا شرب لا طاقة، مريضة تعبانة، لو راحت لأهلها معذورة، ومع ذلك جالسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحصار. تجوع زي ما الرسول يجوع، تعطش زي ما الرسول يعطش، تعاني من المرض زي ما الرسول يعاني. مو بس كذا، وبحب، اختيارا، طواعية، بتسوي كده عشان هي حابة تسوي كده. تقدر تروح لأهلها، قومها أغنياء، أصحاب أموال، يقدروا ياخدوها تعيش معززة مكرمة، غير مضطرة إنها تجلس في هذا الحصار، لكنها جلست برغبتها. إيش اللي حصل في النهاية في هذا الحصار؟ ماتت رضي الله عنها، ما استطاعت تتحمل، خلاص عمرها 65، لا أكل لا شرب لا طاقة، فماتت رضي الله عنها. وسمي هذا العام اللي ماتت فيه عام الحزن، وما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا 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 إنه ينساها طول عمره، ألين وفاته عليه الصلاة والسلام ما نسيها. عائشة رضي الله عنها كانت أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كل نساء الرسول يغاروا من عائشة. طيب عائشة كانت تغار من مين؟ تغار من خديجة، وهي ما قد شافتها. عائشة تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام وخديجة قدها متوفية خلاص. عارفين ليش؟ من كتر ما الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب سيرتها ويتكلم عنها. يوم من الأيام خديجة رضي الله عنها جابت الأكل والشرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عنده جبريل عليه السلام، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خديجة جاية ومعاها أكل وشرب، فقرأ عليها من ربها السلام، قل لها إن الله يسلم عليك. إيش يتوقعوا يا جماعة بإنسانة؟ الله عز وجل يسلم عليها، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. كل اللي قلته هذا مجرد رؤوس أقلام من سيرة خديجة رضي الله عنها. لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان نتعرف على سيرة عظيمة من عظماء أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.